وظفك؟ ما وظفني. هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة، مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له، توظفنا وهيدي هي مثل الأم وضعيت له. قال لي الظاهر ما بتفهم، ما في عنا وظايف، حتى لو كنت معلم يا ما عطرزك شايف. طيب وظفك؟ انسى ما وظفني. عرض كتافي فرجيته مع وجهي دغري عالبيت، دي جونتيري تكيته وأظان المي حمات. بسرعة غليوا الميات ورح أعمل غلو غلو، والهيئة باقي بالبيت وسافيتي بدي بلو. هيدا البلد دايما هيك وعلى شكله شكشكله، قلت رخيه ومد إجريك أحلى شي ما في مثله. وظفك؟ والله يا ريت ما وظفني. ما لله يا محسنين، الله يعطيكم، الله يبعث لك، الله يخليك، الله يحميك، الله ما يفرجيك مكروه باللي بتحبيهن، يطول عمرك ويخليك، الله يخليك لأهلك يا شاب، الله يخليك. روح، الله يرد عنك، الله يرد عنك. آخ الله يخليك يا خيه. انت ليش فاتح لنا هون على باب البنايه؟ ما هذا مدخل بنايه هون يا عمي. طيب شو يعني شو اللي ضارر عليك؟ والله ما في محل. افتح برا على الزاويه هونيك، اقعد اقعد هونيك على الرصيف، هون على البنايه كمان مش حلو يعني. يا خي والله السكان اوادم والحي اوادم، عم يتحننوا علينا مثل افضالك. والله الله يخليك يا رب ويخلي لك عائلتك ويخلي لك اهلك. انه واحد مثلك بهيدي عنده اسم الله الصحه المنيحه، بعدك بتقدر تشتغل، ليه ما بتروح تشتغل؟ يعني قاعد عم تشحد هيك اضبط، روح اشتغل. والله يا خي دورنا كتير على شغل، ما في، وين بدك تلاقي شغل بهالبلد؟ والله ما خليت محل، ما خليت دكانة، ما خليت مطعم، ما خليت مؤسسة، ما رحت، ما في حدا، ما في شغل. الله يعطيك، بس أنا بفضل زيح من هون تقعد هونيك على راس الشارع. يلا باي. الله يخليك يا رب، الله يتحنن عليك ويخلي لك أهلك ويخلي لك عائلتك. يا من أنت كريم يا رب، يا من أنت كريم يا رب. أي خمسة. يعطونا صبابيت؟ شو بدنا ناكل صبابيت؟ الله يوفقك، الله يتحنن عليك، الله يرد عنك، الله ينور طريقك. شو هاي؟ الله يخليك، الله يحفظك يا آدمي يا ابن الأوادم، الله يخلي لك أهلك. كنا بكيلة واحدة صرنا بكيلتين. ايه خي الحمد لله ما لقينا الشغل ماشي، قلنا بنفتح فرع تاني. الحمد لله. حط عمي حط حط، الله يخليك لاهلك حط. هاي هون؟ الله يخلي. ايه وحده هون وحده هون. الله يعطيك. الله يخليك يا رب. فروعتي كلها هلا على جل الديب وعلى الدوره وبالحمرة، كله فروعها. انزل وليه؟ انزل قال لك انزل. زين انا بفرجيك، رح فرجيك قيمتك هلا. ليه مجنون انا؟ ليه انت اللي بقتل لك يا عيب الشوم؟ بس يا عيب الشوم قيمتك لفرجيك اياها. زين لقلك لك زين ما بدك تنزل، ها خليك مطربق البواب على حالك لقلك، خليك مطربق، ها قرب لقلك، ها وها وها قرب وهاي ها 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 زيل زيل يا لك يا عيب الشوم، لك يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم، ولك يلعن الساعة اللي تعرفت فيها عليك. أنا بفرجيك، أنا بفرجيك، وها خليك تتذكرني كل عمرك، تذكرني كل عمرك، تذكرني. ها 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 روح بقى شوفني مين بده يعمل لك إياه. هاي بعد ها روح روح، أنا بفرجيك. ها ها يا لطيف. ليه؟ يا لطيف ليش بك ليه؟ شو بك؟ شو عم تعمل لي بالسيارة؟ ما تفوت، ما تفوت بيني وبينه، والله أنا بدي فرجيه قيمته قدام العالم كله، قدام كل هالناس اللي قاعدين هون. من هو هيدا؟
زياد شو مين هو هذا؟ يا خي شو خصني بزياد انا؟ سيارتي هيك تعمل فيها؟ شو هي هاي؟ هاي سيارتي شو عم تعمل؟ شو شطبتها هيك؟ هاي سيارتك انت؟ هاي سيارتي انا. ما بعلمي هو معه سيارة مثل هاي. لك شو بعرفني شو معه السيارة؟ هاي سيارتي هيك تعمل فيها؟ طب طول بالك ماشي الحال. ما وين مين بيعمل لحدادي وباي هلا هاي بدك تصلحها؟ وين بيته هو؟ لك مين هو؟ لك زياد. ما في زياد هون بالبنايه خيي. لك زياد الشامي وين بيته؟ زياد الشامي تحت بالشارع التحتاني مش هون. يي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 
شو اشبهك؟ امشي امشي قرب ولا انا بفرجيك يا زياد، انا بفرجيك. تعي احلى القعدة على البلكون. تعي مسي حياتي. بتعرفي شو؟ ميتة على فنجان قهوة. ميتة. يلا منيح بعدها سخنة. ايه مكرزة عن جد اليوم، كأني قايمة بالقلب. ليه؟ يا أنجو رح جن لحستي. شو حطوا لجوزي من الشغل؟ قال سكروا الديبارتمنت هون، وهو اللي هو اللي اوريدي عنده شغل ما عم بيلاقي. كيف اللي بطل عنده شغل؟ هلا قاعد بلا شغل؟ ابدا، رح جن مدارس قصاد، رح اخوت، رح اخوت غير مع شغل وهالقصص ما عم نلحق له، وغير البنت اللي عندي وثلاث اولاد. رح جن، رح جن مهسترة مهسترة. وشو مصاريف؟ غير الموتور وفاتورة الكهرباء وفاتورة التليفون وفاتورة المي وسترن المي. رح جن، نزلت على السوبر ماركت وكنت تنزل تجيبي تعبي أربع خمس كياس ست كياس ما يطلع حقهم $100. هلأ كيس وربع بتجيبي، كيس وربع بيطلع لك 300 و350. طب ما بدك تطعميهم لهالولاد؟ ايه اكيد. شو بتطعميهم؟ اكل اكل. مع انه انا مثلا ما عم جيب انه شو هالكاليتي، يعني انجا ان قصص لبنه جبنه اللي ماشي. شايفه قد ايه صاير حقها للبنه؟ مش معقول 6000 ليره هالقد. مش معقول، مش معقول. بس هلا انه كمان بلا شغل ما بعرف. كارثه. وضعك كثير مرت يعني. كارثه كارثه. عم بقول لك ما عم نلحق فواتير، فواتير مي، فواتير كهرباء، فواتير الدنيا. شو جنون عفوقك. هلا اجى جايب الكهرباء لعندك، قطع لعندك؟ ايه طبعا، معقول يمرق وما يقطعها؟ قد ايه طلع عليكي؟ مرتين. ايه؟ مرتين مرتين. مرتين؟ عبوسي طولي بالك، عبوسي 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 عبوسي. شوفيني شوفيني تحت التخت في حدا؟ عن جد عم تسأل؟ بتشوفي انت تأكدي؟ بدك هلا تطلع اذا في حدا تحت التخت؟ ايه طلي. يي؟ بدي اكون انا مرتاح، طلي. طيب. يا بولي ما في. شو؟ ما في حدا تحت التخت. ما في؟ ما في. طيب. ما في. ما في. اوكي انت بعد تتزقزق انت. انت بتتزقزق. انت 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 تتزقزق انت. انجو انجو هيك مفرعن علي. طلي. أنجو شوفيلي شوفيلي إذا في ورا الباب حدا. قومي. يو شو باب؟ أكيد ما في حدا. أكيد ما في حدا. شوفيلي ورا الباب. بدك هلا يعني قوم افتح الباب وشوف إذا في حدا. تحيح هو هون فشخة، ما راح ياخذ معك شيء. قومي قومي. طب ليه؟ قومي طلعي يا عجل. الله شو بك اليوم؟ يا بيي. بس هيك. ها؟ ها؟ ما في حدا تحت الباب. ما في حدا تحت الباب. ما في حدا تحت الباب. ما في حدا، ما في حدا، ما في حدا تحت الباب. ما في حدا، ما في حدا تحت الباب. أنا وين؟ أنجو طيب لحظة، شوفي لي بالخزانة في حدا؟ لك شو بيك اليوم؟ شو بيك؟ عم طلعني من المود؟ بدي أتأكد بس، شوفي لي في حدا بالخزانة؟ يا الله، شو مين بده يكون في حدا بالخزانة؟ يعني معقول هلا في حدا كل الوقت مخبى بالخزانة؟ طيب بس الخزانة، طلي لي بالخزانة بس لحتى يطمن بالي. ما بدي طلي بالخزانة؟ إذا بتريدي طلي. ما بدي. لك طلي بليز ولو، الله يوفقك طلي بالخزانة. شو بدي ألحقك اليوم؟ ألحقك لآخر فكرة، بدي أشوف شو بيطلع منك. الخزانة وبس خلص. ها الخزانة، ها في؟ لا ما في. نبش لك بقلب لك اياها على التخت. لكن هيدي اكيد ريحه جرايكه. العمى بقلبك عمي، العمى بقلبك عمي. قومي غسله. وانا اقول انا لابس. ها انت الوحيد اللي شالها، مشان هيك عم اتاكد. العمى فطيسه. طالع ريحه جرايكه يا انجو. ما عم فيي اتنفس. انت بتقربي علي وهي جرايكي بتهف هب علي. اوف. تفضل تفضل. سلامتك. تفضل.
تفضل. والله درس كثير. بعرف. حكيم. شو قلت؟ أنا دلوني عليك حلوان، قالوا لي حكيم شاطر كثير أنت. فجاي لعندك قصدك أنا. حبيبي. خبروني إنك قديش رايق ورواق وكذا وما كثير بتكثر حكي، لأنه أنا أنا بدي خلقي. بقطع على صدري ما كثير يعني أنا آخذ وعدي، هذا اللي أخذه الوط والعجم قال لي ما لي خلقه. بقطع الدرس عم بيجوعني، أنت خبرتك الدرس عم بيجوعني. فتكون إيدك خفيفة وحديثك مقتضب يعني طق طق خلصني انا بدي خلقي ما تعتمد. انا شفت كيف ما كثير بدك تعطي خلقي ضيق يعني. طيب بس انه فهمت علي هذا الدرس عم يجعني خلينا بس يعني لقي لي قصته وخلينا نحل خلصنا ما خليه ضيق اي واحد لا صواب زيح 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 لا زيح 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 بلشنا اي واحد هلا بدك بدي ادلك عليه بدك تصير تقول لي يمكن هذا عامل خراج بدك خلي ضيق حكيم انا ما تكتر حكي بسألنا يا واحد الله في حكيم غيرك هون؟ في واحد فوق بياخد بيعطي كتير؟ لا بدي أسألك نفس الأسئلة مثلي تقوم يا حلو عمي اللي بعده تفضل أهلا بونجور تفضلي مسيو تفضلي أهلا وسهلا تستحتك مش الحال اسم الكريم ستيفاني اهلا وسهلا ستيفاني اهلا فيك خبريني انا قريت الوظيفة كمل الوظيفة نعم وصراحة يعني بعتقد اني الشخص المناسب لهالبوست حلو حلو حبيت قديش عندك اندفاع وقديش عندك ثقة بنفسك برافو لانه صراحة انا كثير بحب شغلي ويعني مع الخبرة اللي انا عندي اياها وين كنت تشتغلي قبل؟ اشتغلت بلبنان تقريبا شي 4 سنين وبعدين طلبوني بالخليج فكفيت هونيك كمان بشركة اشتغلت بالخليج نعم واكيد يعني شهاداتي بتحكي عني شو درست شو معك شهاده مع شهاده جامعيه وتخصصت بامريكا حلو وهلا عم بعمل بي اتش دي برافو ساكنة بعيد عن الشركة يعني لا صراحة يعني تقريبا بدي شي ربع ساعة بالسيارة مش غلط ومعي سيارة يعني مش فينا نشوف قولي إذا بدك ياخد فكرة بكل الشراك حتى شو رأيهم بالهيدا برافو أنا صراحة يعني حبيت إنه أرجع على لبنان مشان هيك حلو 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 ستيفاني حتى ما نطول كتير الحديث شو متوقع تاخدي معاش؟ يعني تقريبا مش اقل من 4000 5000 دولار هو لانه حسب خبرتي وشغلي قبل وهالقد كنت اخذ بتستاهليه بصراحه بتستاهليه بس بعد بدنا تيست واحد بس هذا تيست الخبره نحن بنقوله نعم تفضل وانا بفضل انه يعني على ضوء هذا التيست ببين معنا اذا بنعطيكي 4 او 5000 او اكثر يمكن اكيد اكيد طبعا اكيد تفضلي ولا نعم شو هيدا مسيو؟ بنعمل تيست الخبرة أي خبرة؟ تفضلي لوين تفضلي؟ إيه بتحبي أنت من فوق ولا من تحت؟ خليني يلا خلينا نجرب أول مرة من تحت من فوق يا يا فرجيني طلع اللي عندك فرجيني خبرتك لا أنتو كلكم المدرة جنيتوا يا حرام ما بدي إياها للوظيفة اللي بعده يلا يلا مرحبا اهلا مرحبا يعطيك العافية اهلين الله يعافيك تذكرتني؟ لا ما تذكرتك طلب على الوجه الحلو ما تذكرتك انا ادجار خيي لهدى ادجار خيي لهدى؟ جارتكم لا لا تفضل تفضل عرفتني ادجار خيي لهدى؟ ايه ايه خيي عرفتك عرفتك شريف مرسي شرف تفضل تفضل انا على السريع بس اهلا وسهلا فيك تفضل كلك ذوق ولو اعتبر البيت بيتك شرف اوكي وينك يا خي عم نقول لك اعتبر البيت بيتك جيت حياتي جيت جاي حرام مبنشر دولاب وتحت وايديه كله شحم طلب اذن بس بده يغسل ايديه بحمامه وينه يا حوي هون حياتي شو طيب انه منشر هالقد بدل منشفه العمى شو عم يعمل هذا بالحمام ليش عم تعمل هون ايه اهلا كيفك ماشي الحال خير ان شاء الله منيح الحمد لله منيح عم تقرا ايه
بكون قطشتك عن القريه. لا لا ابدا تفضل خير. انا اليوم وعيت بكير نزلت من الضيعه لانه عندي شويه معاملات بدي اخلصها بالمدينه. نعم. ومتوعدين انا واختي هدى نتغدى عندها. ايه فهلا جيت لعندها تيري حياتها منا هون راح تجيب الاولاد من المدرسه. ايه فقلت انا بدي هيك بس كبيت مي لانه تحها مزنعيمه قلي من الصبح عم ببرم على الدواير. إيه؟ في ازعاج اذا شربنا كبيت مي من عندها؟ لا اهلا وسهلا فيك تفضل. لا اذا فيها تقلب عليها. لا ما فيها تقلي خلص اعتبر البيت بيتك ما مشكله. كلك زو عرفتني ادجار خيي لهدى. ايه ايه هلا تذكرت. ايه طبعا تذكرت. ما في ازعاج؟ ابدا لا ما في. كلك زو شرف خيي. ميرسي. شرف اهلين. سجين؟ ايه تفضل خيي. عن جد ما في ازعاج؟ لا ما في ازعاج خلص اعتبر البيت بيتك بس خليك هون شوي. بجيب لك انا كبايه. ميرسي. وهي المي. ميرسي. حياتي. ايه حياتي يلا لحظة. مين مدام. ايه مدام حياتي هذا ادجار خيي لهدى جارتكم. جارتنا. يلا جاي حبيبي. شو قصته هيدا يا حياتي؟ طب ما حرام يا خيي. ما في جيران. نشى فريق وجاي بده يشرب كمان. ما في جيران الا نحنا. العمى سلطة الراهي. شو عم تعمل بمطبخي وببراد؟ زي شوي سكر سكر. شو عم تعمل؟ عم ناكلنا لقمة. شو عم تاكلنا لقمة؟ ولو ما بعد مش طبخين شيء اليوم ولو هيك نواشف. لأي مش طبخين؟ لأمتى لحقت تصفهم هالصفي كلها؟ ليش شحاد ومشارت انت؟ قوم من هون. قوم من هون. عيب. لك قوم حاجتي لي عيب ما حدا. قوم 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 العمى. شو بعمل فيه؟ قوم اذا بتريد. مصر؟ لك ايه مصر لك انت مغني مصر؟ طيب انا رح قوم. لك قوم على قوم تقوم قيامتك. قوم بقى كثير رح تزعل هدى. ان شاء الله عمرها ما ترجع. عندي بقى انت وهدى. طلع من بيتي بقى. هدى. نعم. روح عني بقى. بونجور. اهلا. كيفك استاذ؟ اهلا. سوري فيي اخذ من وقتك خمس دقائق؟ تفضل. انا من شركه ايد بايد للتسليف. ايه سامع فينا اكيد. لا ايد بايد للتسليف. ايد بايد للتسليف هي شركه جديده بس نحن نازلين. لا ما سامع فيكم. لتس بتسلفوا مصاري يعني. فاذا ضروري عارفك على الخدمات اللي بنعملها نحن. قل لي. لانه مش موجوده عند بقيه الشركات هلا. في عندها كثير بالسوق يعني بس نحن عندنا طريقه شوي متطوره. انتم مش تبع الخمس دقائق؟ لا لا مع احترامي لكل الشركات هلا عم ننافس بعضنا. انا بقول لك بس نحن الطريقه اللي عندنا والنظام متبعينه العالمي منه موجود بعد بلبنان. الفرق بينه وبين الباقيين مع احترامي للكل انه نحن السيوله موجوده معنا بكثره لانه المصدر تبعنا دولي. أوكي مش أوكي. مش محلي بس. بدنا نحن شو بتعملوا انتوا؟ شو بتعملوا؟ كل انسان كل فرد بالمجتمع عنده اي فكره براسه اي مشروع اي مخطط حب نحن بننفذ له اياه. نحن بنكون حده دعاء ذات بنبلش معه الخطوه الاولى للاخيره تكون هالمشروع براسه تنفذ على الارض. عندك المصاري كلها مأمنة هيدي اهم شيء. انا هو اصلا مش كثير محمس هيك شيء يعني. بتقلك شغلي هلا عندك مش انت هالصيدليه مع احترامي لك عقد حالك فممكن انك توسعها. انا المصاري اللي بحطهم قدامك الكميات الكاش بدك تاخذهم انت ممكن توسع المشروع. قد ايه تقريبا يعني؟ فينا نبلش من $50,000 وصولا للمليون دولار. أوف. يعني اي مشروع ما تاخذني براسك بده يكون فوق هذا الرقم. ما راح يكون فينا يكونوا مشروعين ثلاثة ماشي لك يوم من بعض. يعني نعطيك أول شيء $500,000 للمشروع الأولاني. إذا بتقلي أنا عندي فكرة تانية بأمن لك $500,000 تانيين. إذا عندك فكرة ثالثة $500,000 ثلاثين. هون كون طلعنا على الليميت اللي هو مليون. بس أنا بس ماني كتير مهتم بهذا الموضوع يعني. أنا الحمد لله يعني هذه فتحة ومش عارف كيف بدي أسكر. أوكي أستاذ أنت كل ليلة تروح تحلم بالفكرة إنه تعمل مشروع. ما عم بحلم صراحة. مستوصف في احلى منها تطور الفارماشي عندك كثير. ما انا بدي اسكر انا بدي اسكر وعم فكر هيك. نحن ما بدنا اياك تسكر. انا بدي اسكر. نحن ما رح نخليك تسكر. رح نكون حدك. انا بدعمك بالمصاري بنزل لك الكاش. بدي مصاري يعني. وبنشتغل سوا نحن وياك. هل قد في مصاري؟ مصاري قد ما بدك. هيدي الشغله الاساسيه. يا ريت خلص. بتروح على البنك بيقول لك بدي. ما بدي روح على البنك. بدك ترهن. ما رح نحن ما بنقول لك. طيب بدك وراء التزامات كذا. نحن ما بدنا نقول. انا عندي الكاش. ايه بدي احركهم بالبلد. مش غلط حركهم بس مع غيري. انا ما بدي بقى. انا مش يعني انا فايل من البلد استاذ. نحن شركه ايد بايد للتسليف. بعرف ايد بايد يعني هيدي فرصه لازم انت تستغلها. انا ما بدي اجي اركض وراك. لا مش تركض وراي ولا بركضك وراي يعني. انا مصريات اللي عم نزلهم على السوق انت بحاجه لهم. تسلمني انا ماني بحاجه لهم. انا مسافر. طيب خيري. هكا الحال شرفنا. هلا اوكي. هلا اذا شيء بدك بترك لك رقمي او شيء ولا ما في زوم. طيب فينا فيدك بشي تاني بعد؟ استاذ
ما بعرف اذا بتطلع مني شوية تقيلة. معك شي 5000 ليرة بس اخذ سيرفيس لانه منه جيب معي كاش مصاري وكان عندي دفعة صغيرة دفعتها 5000 ليرة؟ ايه بس تأمن على الدورة لانه ما في روح بالبوسطة. عم تحكيني بأرقام مليون ونص؟ ايه برجع لك يوم باليومين والله 5000 ليرة ما بنسيك مش نسيك انا بكره اول ما يصير معي دغري بأمن لك المبلغ. روح 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 بس برجع لك يوم ما بتلزم روح روح كيف هلا ما تمشى روح طيب يعطيك العافية مرسي بلكي بتخف سألتك وزنيختك شوي قوم قوم يا عصفور قوم قوم شوف العصافير رفقاتك قوم وين رحت وتركتنا قوم شو صار معك انت انا كيف صارت الحادثة معي انا كنت بالاسطبل وقشطت المورينة على نص دين ظهري صحقتني صحة لو ما هالخبرية صرت مخبرني يا شيخ 50000 مرة لو هيدي غير مورينة غير مورينة لو هو السقف كله هاري يا جماعة شو مورينة ما شو مورينة شو ايش بك يا فريق اهلان فايتين على عزة شو ايش بكون مورينة وصفقتني صفق وحقتني حط مال شوف شو كيف مات هذا ليه ما بتحكي من ابا ما هيدا قشط عليه مورينة على نص دين ظهره صحقته صحة كمان قشط عليه المورينة حمل لطنارك قوم يا كنار قوم 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 يا واطي لا لا شو هذا قوم يا حرامي لك شو هالحكي هذا قوم يا نصاب يا عمي حرام يا فريد شو هالحكي هذا هذا بابا ابراهيم السمسم بلا يا خيي بلا ابراهيم السمسم هيدا هو هيدا هو النصاب اي نصاب زلمي زلمي ما ترحموا عليه بتقول عنه نصاب قوم ولا لا يا عمي شو هالحكي هذا قوم ولا ميت يي قطرك يا مكبله على خوته يا فريد عيب بقى احترم هيدا هو يحترم حاله ويحترم كلمته لك شو يحترم كلمته ما راح الزلمه هيدا شو عمل معك شو عمل وين راح نصب عليك وين راح هيدا لك راح صار بديار الحق فينا نروح معه لك لو ما بدك تروح معه هيدا ديار الحق تعرف وين انت وشو بده يعرفني لك يا عم وين هيدا بتصير حد ديار بكر لك حاش تحكي بقى ديار الحق راح على الاخره طب كيف اذا بده ياخذنا معه من ساعني وش ناطفه بلا ما تسيع شو بدك تلاقي حدا تروح معه منيحك ما بدي اروح معه خليه يدفع له عليه ويروح له شو بده يدفع عليه شو بده يدفع عليه شو نصب عليك يعني الزلمه اعطانا تعليم يا الله روح هدي على السيجاره شو عم تقول الحصان ما وصل على الاخير ما وصل على الفينيش طب خلص سامحه بقى ما بدي سامحه وال50000 ليره حطيناها على هذا الحصان اللي اعطانا اياه الناس والقطه بالفاس واحد ميت بده منه 50000 بعدين انتوا ليه ما بتضيفوا قهوه بعدك واصل ما في منافذ وين خليكم انا بنفيد لك لا 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 بتمو لك يا عمي يا عمي لك شو هلا معقول اللي عم يصير انا عايم اجيب قهوه انا عايم جيب شيء اوه اساسا انتوا ببيت السمسم قوم قوم شوف الحبايب قوم شوف اللي بدهم منك مصاري يا نصاب لك حاش تقول له بقى خلص يا واطي يعني بالزوم لك يا خيي خلص هيدا شو بيقربك السمسم عباس قربته منيحك قربتك شو بدك منه بدي منه 50000 خيي لحظة انا هلا بدي حق التعليمي لك اي حق التعليمي والله بدي اجرسكم بالحي كلياتكم بدي اقول لهم انه هيدا الواطي راح اضيع الحق واخذ معه مصريات العالم عم بيكلني انا يتيم يا عباس هو انت يتيم انا يتيم الله يخلي لك عمي ابو رياض بتقلي انا يتيم انا يتيم لا اب ولا ام ولا شيء كي انت تلعب سبق انت كمان هلا بفرجيك هاي 50000 تبعيتك هات لك انا بفرجيك هات 50000 هاي 50000 خلصني بقى وانا كمان بدي منه 25000 خلص هلا انت كمان بدك 25 35 خد لك لك لا 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 لك شيلها بقى منه اعطيني 25 تاعت الشنط في خيي هاي 20 طيب يلا بضل بضل بدك خمسة ماشي لا ما بدك تاكلنا راسنا وانطا انت اللي تبليت عليه لسلام ما خصني انا يا عباس اللي ما خصني انا هلا مش وقتها بالعزا مش انت اللي رحت لعنده وطلبت منه تعليمه بلا انا مش هو اللي اعطاك اياها التعليمي بناء على طلبك انت بلا انا يعني معناته انت اللي دحشت حالك بالضاق وانت اللي لا ما انا ما تعملي كل راسي جولمبولو جولمبولو هات نوال شو نوال هات نوال اعطيني مصاري بعد شو بدك مصاري اعطيني لقلك خي شو بدك هلا مصاري مني خي هاي 100 دولار منيحه هات 100 دولار عين مسكوتك بقى بدنا نحط بدل اكاليم بدل روح نفسه طيب في عليك يا واطي لك عيب يا عمي والله عيب هيدا اسوأ سيس شايفه أنا بالصبر كلياته اسوأ سيس طيب خلص خلصت؟ ايه خلصت ما بدك تشرب قهوة؟ ما بدي اشرب قهوتكم الزفت هادي زوم الكالسات تاعيتكم طيب روح 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 لقلك لك لا وين رايح؟ لك روح حمل لي طنقرك لك لا 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 بكرهك ببطيئك لك بحياته من الله يغمق لك
قومي غسلي وتعي العمى بقلبك ولا برا. تصفيق دوز لنزل فشلت فشلت عم بجي فشلت عم بجي مثل مثل التلج. لا ما في ما في عم نمثل ما في. لا خلص لا قوم ولا لا 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 يا لا لك يا فريد خليه يدفع اللي عليه. لك شو اللي عم تضحك عادي انا نفض بتمه نفض بتمه وانا بدي منه خير من رابطك ده خلص بقى اتركه انا بدي منه 25 تنا الزلمه وصفك ما وظفني هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة وظفك؟ لا ما وظفني صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له توظفنا وهيدي هي مثل الأم وضعيت له قال لي الظاهر ما بتفهم ما في عنا وظايف